بيغني او بيمثل او بتاع، لا ده بيغذي روحي، فلازم اساعده بكل المستطاع عشان تدي. احنا عندنا الرؤيه دي، يعني كانت الرؤيه دي موجوده في الستينات، في الستينات قويه، يعني الفنان كان ليه دور كبير. الرؤيه دي موجوده في الدستور الجديد ده؟ لا للفن، أنا للفن وللفنانين وللمثقفين، انما فكره التعاطي لما بتدخل انت طيب. تعمل قضيه او محضر عن لحن اتسرق منك، الاهتمام بيه غير الاهتمام باي اشياء تاني، انواع تانية من الـ من الـ الجرائم مثلا. فبتبقى انت بالنسبه للمتلقي وانت داخل تقول له انا بعمل محضر، بتبقى الحكايه عنده يعني ايه اللي بيكلمني في لحن اتسرق او كلمات؟ مفيش تنفيذ. لا الموضوع مش في اهميه مثلا انه حد جاي في مشكله تاني. فانا لازم فكره التعاطي دي يبقى عارف برضو ان دي مشكله بتاعه بيوت بتتفتح وبيوت بتتقفل لما حد يكون سارق حقوق حد، دي حاجه مهمه جدا، ما تاخدهاش بانها يعني حاجه كده. يعني الاغنيه بتتكلف كام يا استاذ مدحت دلوقتي عشان تعمل اغنيه متصوره كويس مش بديعه يعني كويسه تتشاف يعني مع التكنولوجيا الحديث؟ بتتكلف كتير، بتتكلف حتى لو انت وفرت، لو وفرت انتاجيا في ملحن اسمه ضخم او شاعر اسمه ضخم وجبت حد من الشباب الجداد وعامل لك شغل كويس، صدقني بتصرف عشان في التنفيذ، في التنفيذ، فتقوم تعظم الموضوع، بتبقى احيانا كده واحيانا كده. لكن الاغنيه في حد ذاتها مش اقل، ده ماليش دعوه بالتصوير، مش اقل من 30 35 الف جنيه الاغنيه. الاغنيه ده ده كلام ومزيكا وتسجيل، بتنفذ الاغنيه بس لسه ما عملتش بقى، ما صورناش لسه، ما عملتش تصوير، حكايه ثانيه. وانت مش بتعمل اغنيه، انت بتعمل بقى 10 بتعمل 12، فانت بتتكلم في في في, في ارقام. انا متقال ان احنا كبير. رجعنا بقى لزمن الاغنيه يعني مع التطور والحقوق المهدره دي وبتاع، مدحت صالح يعمل غنوه، علي يعمل غنوه، منير يعمل غنوه، عمرو دياب يعمل غنوه، هاني شاكر يعمل غنوه، كاظم بتاع يعني. هو انا شخصيا مع الفكره دي انه انت على الاقل تقسم، عشان تقدروا بقى تصرفوا، تقسم كمان مجهودك، ما تبقاش يعني بتحط مجهودك كله في مره واحده وبعدين لسه الرؤيه مش واضحه بالنسبه لنا. علشان اجازف، لان انا يعني طول عمري بحاول اشتغل على نفسي وبحاول انا اللي اعمل يعني اعمل لنفسي الشغل اللي بيستهويني، بس بتعب احيانا يعني، باجي في وقت بحس انه يعني هنفضل في نفس الدائره المغلقه دي. انت بتبذل مجهود ذهني وعصبي ومادي جدا ولا وشغلك ينجح ويضيع منك حقه خلاص. انت اول ما نزلت انت مفيش، يمكن قبل ما بتنزل احيانا بيحصل لزملاء كتير، فده نتمنى ان القضيه دي تكون يعني في السنه الجديده ان شاء الله، يا رب نخلي السنه جميله بان احنا نشرح حاجه زي دي ان شاء الله. احنا محتاجين زي ما تقولش الناس كلها محتاجه تغني علشان الصنعه، فمحتاجين برضو التلفزيون يبقى في اغنيه جديده لمدحت، اغنيه لعلي، اغنيه لانغام، اغنيه لمنير، اغنيه لشيرين كده الدنيا بالظبط كده. طيب يا استاذ مدحت احنا عايزين نسمعك بقى، مش عايزينك تسيب الميكروفون ده. حاضر خالص. صح ولا يا اساتذه؟ ايوه حبوني. طيب ماشي، انا عامل كوكتيل كده شعبيات حلو قوي، شوف كده حاجه لطيفه كده يعني اساتذتنا القدام. يلا تشوفني وانا شعبي بقى. طيب قلبي
زيادة خسارة. والنبي يا نبي قول لعلي سلام. وحليب ودنيا يا ولد وعينيها يا ولد كلها يا ولد يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا ما احبش.
اوصف لك حالة ولا اقول لك قبلها. قلت له تعالى مش لازم الوان. انا هوصف لك حالة ولا اقول لك اهيان. يا مليل الناس حساني تماس قال لي وعدت الناس حبيبك وصاني. يا مليل الناس حساني تماس قال لي وعدت الناس حبيبك وصاني. أتاري حبيبي يقول يا حبيبي أتاري حبيبي يقول يا حبيبي يلطف بلايبي يمنح دوبني الغياب دوبني الغياب. ما داد الغياب ودد علي الباب بس انت انا زي العادة والكلام جدا. أتاري حبيبي يقول يا حبيبي أتاري حبيبي يقول يا حبيبي يلطف بلايلي يمنع دوبني الغياب دوبني الغياب.
ارحمني واحبك ما بشكي لك منك يا الله. خليك زي ما انت. نفسي اقول غنوه اسمها الدنيا لو هتيجي. الله يلا. صحيح لو هتيجي بقى هتيجي ان شاء الله. ان شاء الله هتيجي. وناس بتروح لها ولا فرح دم فيها ولا حب
استاذ. الله 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 عليك، وانت متالق وجميل. يا سلام على الغنى الحلو. الناس يا اللي سلام اللي معانا كمان عاملين لنا حاله بيحبوك دفع. بيحبوك ان شاء الله سنه جميله بيكوا وعليكم كلكم ان شاء الله. مدحت، وبعدين انا كنت ليا حظ ان انا حضرت اكتر من حفله ليك في الاوبرا. ده انا اللي محظوظ. بيبقى حاله جميله جدا والله. يعني انا بفرح يعني في تلاقي بينك ومن جمهورك كده، جمهور بيروحوا حفلات مدحت صالح على طول. انا بفرح لما ببقى هناك، يعني بحس بحاله كده من الونس والدفى، يعني زي الناس دي كده. حاجه حلوه يعني، الواحد لما يحس الناس بتحبه، لان انت صادق لله. لان انت ما دام صادق لازم الناس الحمد لله تحبك. انا كنت بس اسالك على التوليفه الشعبيه اللي عملتها دي. ايه علاقه الغنى الشعبي ده بالغنى الشعبي اللي بيتقال دلوقتي؟ هل هناك علاقه غير انه شعبي؟ اللي اقدر اتكلم فيه يعني بثقه ان الخلاف جه من الكلمه، لكن المزيكا ثابته، المزيكا واحده. يعني المزيكا عندنا نقدر نعمل اي فورم، اي انواع من انواع المزيكا. الكلام انما الكلام حتى يعني انا مش بنظر ولا بشتغل استاذ في الاتجاه ده، انما لو حتى حد فكر من الناس اللي غاويين غنى شعبي يذاكر المفردات مش الجمل الموسيقية اللحنية. هو طيب. بينبهر دايما، المطرب الشعبي بينبهر بشكل الجملة، بشكل التصريف، تركيبة الجملة. إنما أتمنى إنه يبقى ياخدوا بالهم ويتعلموا مش مني، من يقول لك المفردات اتغيرت بقى. ما هي بقى حتى ممكن يقول لك الشعبية اتغيرت، المفردات يبقى بيضحك عليها مثلا. هو ده اللي هو ده لو تركز ركزنا عليه يعني هتعرف يعني نعرف. ما احنا نسمع اغاني شعبيه بس كلماتها حلوه ممتعه وجميله وطيبه حلوة على الودن، ويعني عشق وحب وغرام وكل حاجه، كل حاجه بشياكه وبرقه. فهي دي الفكره، كلمه بس. المفردات اتغيرت حتى على مستوى التعامل بين الناس وبعض، يعني في قاموس، مش عايز اقول قواميس، يعني في قاموس جديد. اقول لك على محمد عبد المطلب ده، ايه ده محمد عبد المطلب ده؟ استاذ يعني طبعا. حاجه غريبه جدا يعني طبعا. حاله غنائيه هو خاصه، هو الغنى، هو الغنى. طبعا. لا وصوته ليه كده ستايل كده، هو يعني. هو ما هي دي بقى الفكره، انت صناعه تبقى عارف. وكان يعني سموه سلطان الليالي طبعا. يعني انا لما مات كتبنا عنه موضوعات كتير في مجله سماعه. هو سميناه سلطان الليالي. هو موجود معانا، هو موجود معانا يعني احنا يعني ده رصيده. يعني ما هي دي الفكره بقى، انه يمكن هم كانوا محظوظين في ان الشعراء اللي انا مع احترامي لكل الشعراء الموجودين، بس يمكن الشعراء الكبار اللي كانوا موجودين زمان ما كانوش بيستحوا ان هم يكتبوا للمطربين الشعبيين. يمكن دلوقتي، يمكن دلوقتي تلاقي المطرب اللي بيكتب اغنيات فيها رومانسيه وفيها شياكه وفيها بتاع ما بيفكرش يكتب للشعب. لو بتقلي فكروا في ده يعني. مش المفردات اتغيرت برضه ولا دي لعبت دور برضه؟ لعبت دور برضه طبعا طبعا. طبعا بقى في مفردات اللغه، الناس تسمع اغنيه وتقول كده ليه؟ يقول لك عشان هم بيقولوا كده دلوقتي، بيقولوا كده للاسف يعني. هي دي. فلو الشعراء الكبار ركزوا مع المطربين الشعبيين هيعملوا معاهم حاجات تبقى ممكن تبقى في توب جديد جميل. شعراء مزيكاتية يعني، مزيكا عندنا مزيكاتية بسم الله ما شاء الله، زي حاجة حلوة زي يعني حاجة جميلة جدا. لكن هي فكرة يقولوا ايه الشعراء بقى اللي اشتغلوا على الناس دي، نقوا الاصوات الحلوة للمطربين الشعبيين، نعمل لهم موضوعات. طب احنا محتاجين برضو من حضرتك ان انت تحيي الاغاني الشعبية زي ما انت عملت كده، ده يتكرر كتير عشان الجيل اللي طالع جديد يعرف ان احنا عندنا غنى شعبي تاني اصلي. اكيد اكيد. واللي موجود ده فيه مشكله، يعني ما اعرفش ايه المشكله انت حطيت ايدك عليها، لكن يعرفوا ان فيه غنى شعبي جدا بس رائع. بالظبط كده، رائع وراقي. طيب يعني نتمنى منك انك دايما تعمل الكوكتيلات يعني ان شاء الله. طب نسمعك بقى في اغنيه اتنين يبقى حلو، لان احنا الوقت خلاص. انا بشكرك، كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك. طيب وكل الناس موجودين معانا ان شاء الله. يعني السنه الجايه تحقق كل امنياتك ان شاء الله، لان احنا على فكره الناس بتحبك بجد. لان ربنا انت بارك، ربنا بارك يعني عمرك. انا وانا قاعد بسمعك كده منسجم جدا ان انا قاعد جنبك كده. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك. يعني مبسوط ان انت معايا في الاستوديو ومنورني ومشرفني. كل سنه وانتم طيبين جميعا. الاعزاء الاساتذه كلهم كل سنه وحضرتك طيبين. سنه سعيده طيب. عليكم يا رب ان شاء الله. ثلاث وكل سنه وانتم طيبين. معاكم مدحت صالح. ثلاث سلامات يا وحشتي، ثلاث ايام،
لك سنة يا وحشتي تلات أيام بإيدي سنة وعيني سلام بإيدي سلام وعيني سلام تحيا مصر.